حاجه، المكان دوت احنا عندنا سبترينيان جالريس، احنا بنقول عليها بالعربي كده سراديب، سراديب المعبد. وعشان نبقى عارفين ان سراديب المعبد دي ظاهره انتشرت في كتير جدا من المعابد المصريه، حتى المعابد المصريه في ابر ايجيبت. اوكي، احنا لقينا السلم بيؤدي لاثنين جالريس، المجموعه الاولى هنا خلاص لقينا فيها او اكتشفنا فيها تمثال من الجرانيت الاسود للعجل ابيس بشكله المصري، شكل عجل ابيس، وبيرجع الامبراطور ادريان. الحمد لله، ربنا يزيدك من العلم يا رب. الله يخليك. وبيرجع لعصر الامبراطور الروماني هادري. عرفت منين ان هو من هادري؟ هادري نتيجه ان العجل ابيس او التمثال دوت هو لايف سايز على فكره، الحجم الطبيعي، وهو احد اشهر واجمل مقتنيات المتحف الليني الروماني في اسكندريه. مش عارفه طبعا انت ولا لا. عرفت منين ان هو من عصر هادريان؟ لان البيلر اللي موجود تحت يعني بطن العجل دوت، اوكي، موجود عليه جريك انسكربشن بتقول ان تم اهداء هذا العجل او هذا التمثال في عصر الامبراطور هادريان. فعرفت ان هو ايه؟ روماني. ماشي؟ واحنا لقينا هنا جوه، عشان بس تبقوا عارفين، هنا جوه كوبي. كوبي مش اصل. الاصل موجود في المتحف اليوناني الروماني. اوكي، الجزء اللي تاني دوت المتحف ده في اسكندريه ولا متحف الميناء الروماني؟ هقول لك هو فين بعد. ماشي، الجاليريز ديت، اوكي، هي مجموعه من الجاليريز زي كده، ايه، شوارع كده متقاطعه مع بعض، ويقال ان هي كانت بتستخدم من قبل الكليريجي او البريستس بتوع المكان. ولقينا فيها مجموعه كده من النيشز في الحوائط. الحقيقه اختلف راي الناس حوالين استخدام المكان. اوكي، في واحد الماني اسمه هيرمان تيرش قال ان المكان دوت او النيشز دي كانت بتستخدم لوضع دفنات الموميفايد انيمالز والبوتوكس والحاجات دي كلها، كانت بتتحط زي صناديق. نفس الفكره اللي كانت موجوده في سراديب حته اسمها سراديب تونا الجبل، خلاص، في منطقه ملاوي محافظه المنيا. اوكي، وقال ان المكان هو فعلا بيتحط جواه ايه؟ بعض الحيوانات المحمره. لكن الحقيقه النيشز اللي موجوده فيري شالو. اوكي، خليك معايا، ده بيلعبوا مالكش دعوه، خلاص، فيري شالو. دي حاجه. تاني حاجه، متاثره تاثر شديد جدا بالرطوبه، فيعني قصه ان احنا نحط جواها اماكن ونقفل، يعني قصه مستبعده شويه. دي حاجه. الراي التاني، وقالوا امبرير جون ايف امبرير قال الراي ده ويعني وتزعمه بشكل كبير جدا، قال ان ومجموعه تانيه من الناس زي الان فورستر وداي فورستر والان رو كذا حد قال لك ان دي المكتبه الصغرى. دي المكتبه الصغرى. تمام؟ الناس دي بقى ايه قالت ان دي المكتبه الصغرى، والمكتبه الصغرى بدا ظهورها في عصر بطانيوس الرابع، السادس، الثامن، وقالوا ان النيشز دي كانت بتستخدم لوضع الاوراق البرد. برضو الراي ده شويه في ديبيت. هو على فكره كان متقبل لغايه فتره طويله جدا ان دي المكتبه الصغرى. اوكي، لكن برضو نتيجه العوامل الرطوبه العاليه صعب قوي ان انا احفظ فيها اوراق برضو. اوكي، دي حاجه. اخر واحد اسمه رونالد وايلد. رونالد وايلد ليه كتاب شهير جدا، وده صدر يعني بشكل او باخر حديثا. ليه كتاب اسمه ذا كالتيك ووتر اوف ايه وير ذا يوز اوف ووتر ان ذا كالتيك ورشيب، استخدام الميه في الطقوس. وقال لك ان المكان ده كان مخصص للكهنه ولعمل الريتشوالز السريه بتاعتهم، وان النيشز دي كانت بتستخدم لوضع الادوات الطقسيه ليه. الحقيقه انا شايفه ان الراي ده ممكن يكون الاقرب للصحه. خلاص، دي حاجه. تاني حاجه، ان هو ما دام في ستاتيو بالشكل المصري، ونفس في الناس اللي قرت في سراديب المعابد او المتخصصين عارفين قصه سراديب المعابد، سراديب المعابد فعلا كانت بتستخدم لحفظ الادوات الطقسيه او لعمل طقوس سريه جدا. وبما ان انا لقيت هنا تمثال العجل ابيس، اذا الناشوناليتي او المكان هنا للكهنه، الكهنه المصريين بالذات. خلاص، بما ان التيما هنا مصري، فده يعتبر الراي الاقرب للصحه. سراديب يعني جاليريز؟ سراديب اللي هي سبترينين جاليريز، في بعض الاحيان ممكن تقول عليها كريبتس. اوكي، لغايه كده مفهوم؟ اوكي، يبقى نير باي بومبيس بيلر وي كان فايند ا ستير كيس ليدنج تو تو parts of subterranean galleries. Okay, this one we discovered their Apis bull or a statue, a life size granite statue of Apis bull dating back to the Roman period Hadrian, and the original one is now preserved in the Greek Roman Museum of Alexandria. This is only a copy of it. Okay,
And in the other opening, we can find number of intersecting galleries with niches in the walls of A of this temple. Concerning these niches, we have different opinions. Hermann Tiersch, the German archaeologist, supposed that these niches were used to preserve what? To preserve the boxes. Inside them we can find the mummified animals. However, these niches are too shallow. يعني إيه shallow؟ ضحلة مش يعني مش deep. Okay, and also the climatic circumstances inside these places could not enable to preserve the mummified figures of the animals. This is the first opinion. The second opinion, that this place was used as a daughter library. And this opinion was supposed by many archaeologists such as Forster, Jan Ingenieur, and they said that the daughter library was used at the place of education in Egypt, especially in Ptolemaic Egypt, as early as Ptolemy the Fourth. However, also the bad weather inside these galleries could not enable preserving the papyri rolls. ما نقدرش برضو من خلالها نحفظ أوراق البرد بشكل كويس. Recently, Ronald Wild, okay, he said, where he published a very important book concerning the water cult in ancient Egypt and in the Greco-Roman world. He said that this place was especially used by the priests, by the Egyptian priests. What is his evidence? The discovery of the statue of Apis Bull. So this place was used by the Egyptian priests. If we compare this place with other crypts or other galleries in Egyptian temples, we can find or confirm that the galleries inside the temples were used for preserving rituals, preserving the ritualistic tools, and for making sacred rituals inside these crypts. Okay, so according to this opinion, it could be the most accurate one. ده من وجهة نظر طبعا. انتوا لو عندكم اراء تانية اوكي. بس اهم حاجة كجايد وانت بتشرح او انت بتقول قول الاوبينيونز كلها حتى لو انت مش ميال لواحد بس اعرض ايه مختلف وجهات النظر. اوكي؟ ده كده مفهوم؟ تمام؟